حاجه مش غريبه على النادي الاهلي. اخواتنا في فلسطين واخواتنا في غزه على راسنا، بنحاول نعمل اللي نقدر عليه. قلوبنا معاهم، قلوبنا بتتقطع كل يوم على اللي بيحصل هناك. ما فيش كلام نقدر نقوله، ما فيش اي حاجه نقدر نعملها توفي حقهم علينا. احنا اولى بيهم، احنا اولى باهل غزه من اي حد. حاولنا نفكر بكل الطرق اللي احنا نقدر، كل اللي في ايدينا اللي احنا نقدر نعمله، اذا كان بالدعاء، اذا كان بالمساعدات، اذا كان بالدعم، اذا كان ان احنا ناخد موقف، اذا كان حتى بالحداد، ان احنا قعدنا 3 ايام في النادي، جميع الانشطه الرياضيه وجميع الفرق الرياضيه. الفكره انه لازم صوتنا يوصل من اول مجلس الاداره لحد اصغر لاعب في النادي، ان في قضيه، ان في حركه، ان في امور بتحصل لاخواتنا جنبينا، وان احنا لازم نشارك كل واحد قدر استطاعته. اذا كان بلسانك، اذا كان بايدك تقدر تعمل حاجه، اذا كان بقلبك بدعاء حسب قدراتك. فالحمد لله يعني على قد ما قدرنا، ده كان قرار مجلس الاداره. نتمنى لو في حاجة تانية في ايدينا نقدر نعملها، لكن قلوبنا معاهم. العربيات دي رايحة وكلها امل ودعاء، نتمنى انها تكون توصل باذن الله في اسرع وقت، ونتمنى انها يعني الامور تنتهي في اسرع وقت باذن الله، وربنا ينصرهم ان شاء الله، وترجع غزة لاهلها ويرجعوا سالمين غانمين باذن الله.